بعثة منتخبنا الوطني وصلت للقاهرة بسلام بسلامة الله النهاردة الصبح بعد ما تعادلنا مع غينيا بيساو بعد ما حافظنا على صدارة مجموعتنا عشر نقاط مهمين جدا وزي ما قلت لكم امبارح احنا في كاس العالم ان شاء الله باذن الله كاس العالم 2026 هيشهد تواجد منتخبنا الوطني وشرحت لكم ليه امبارح وقلت لكم المباريات المتبقيه ايه طيب على ضوء ما شاهدناه من مباريات اللي جمعنا فيهم عشر نقاط وعلى ضوء اللي بيحصل في هذه المجموعه المنتخبات اللي تحتنا بتكسر في بعض والنتائج بتاعتهم متقاربه جدا فبيوقعوا بعض وعلى ضوء حالتنا ونظريا وعمليا وكل شيء نقدر طبعا نوصل كاس العالم ولما بقول بلاش كل شويه نقول بسهوله عشان بس لعبتنا تاخد الموضوع بجديه الجهاز الفني ياخد الموضوع بجديه عشان ما نستسهلش الموضوع قوي فيقلب عكس تماما وناخد صدمات طبيعي نكسب كل المنتخبات اللي في المجموعه الطبيعي ان احنا المباريات اللي جايه كلها ناخد نقاطها وبالكتير نخسر مباراه بالكتير قوي يعني وتبقى مفاجاه كمان بس هنوصل كاس العالم طيب احنا محتاجين ايه من الكابتن حسام حسن دلوقتي وجهازه الفني محتاجين شويه هدوء محتاجين شويه تخطيط محترم عايزين ايه على مدار سنتين نعمله يعني ايه؟ يعني الكابتن حسام حسن دلوقتي محتاج يتكلم مع رابطه الانديه مع اتحاد الكوره يا جماعه خلال السنتين دول محتاجين مسابقه منتظمه يا جماعه خلال السنتين دول محتاجين افكار ازاي ندي فرصه اكبر للشباب ان هم يلعبوا مع الفرق بتاعتهم محتاجين افكار ازاي نطلع لعيبه تلعب في اوروبا هتقولي ليه عشان التصفيات؟ هقول لك لا عشان لما نلعب في كاس العالم عشان لما نلعب في كاس العالم ما نجيش بقى ايه انا ومعايا الكابتن حسام حسن وبقيه الزملاء والجماهير ونقول اصل احنا مش عارفين نلعب في كاس العالم عشان ما عندناش محترفين اصل احنا مش عارفين نلعب في كاس العالم عشان ما عندناش مسابقه مسابقه دوري منتظمه مش عارفين نلعب في كاس العالم عشان ما عندناش لعيبه شباب فيها عندها مواهب ما عرفناش نوصل كاس العالم عشان في مجملات ومش عارف ايه هنفضل نقول الكلام ده كله صح معانا سنتين اهو بقى اه على فكره السنتين دول مش كفايه ان احنا نعدل فيهم الكون بس يعني ناخد خطوات فارجو من الكابتن حسام حسن الفتره اللي جايه دي جلسات كتير بقى هروح اقعد مع رابطه الانديه هروح اقعد مع اتحاد الكوره هروح اقعد مع الانديه مع مدربين الانديه نقعد نتكلم ونفكر ونشوف ازاي نلحق نطور في سنتين علشان لما ان شاء الله نبقى في كاس العالم نقول احنا عملنا اداء مشرف مش ظهور مشرف، لا أداء مشرف، أداء ونتائج مشرفة. مشكلتنا كلنا مش بس منتخب مصر، كل المنتخبات الأفريقية والعربية، إن المنتخب المغربي على سقف الطموحات، ده, ده منتخب خد مركز رابع من الأربعة الأوائل في كأس العالم. فما ينفع أقول أروح بس ويعني إن شاء الله يعني نعمل نتائج نعمل أداء حلو بس والنتائج يعني هي وظروفها، لا. على الأقل يبقى نحط هدف إن إحنا نصعد من الدور الأول، هدف، ما هو هيبقى هدف تاريخي إن أول مرة منتخب مصر يعمل كده. بعدها يبقى عندنا هدف تاني وتالت ورابع ويبقى عندنا الحماس والرغبة إن إحنا نوصل لبعيد في كأس العالم وليه لأ؟ هتقولي بدري أوي الكلام ده؟ هقول لك هو مش بدري. ده ده متأخر جدا. لما بنتكلم في سنتين بس أنا طالب فيهم تطوير كبير في كرة القدم المصرية بشكل عام عشان نظهر بشكل كويس في كأس العالم فالسنتين دول قليلين جدا بس يلا حتى لو جايين متأخر نبدأ ننسى بقى مين زعلان من الكابتن حسام مين بيحب الكابتن حسام مين عايز الكابتن حسام ينجح مين عايز الكابتن حسام يخسر مين بيقول ان حسام حسن عنده مشكله مع محمد صلاح مين بيقول ان امام عاشور عنده مشكله مع حسام حسن مين بيقول مين حارس مرمى منتخب مصر الاساسي ننسى بقى الكلام يعني بص كل ده بقى في اللي جاي حاجات صغيره قوي قوي نتكلم بقى في الحاجات الكبيره ده فيما يخص